السلام عليكم، معكم سعد من قناة كان سي سعد، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل البدء المرجو دعم القناة بقوة لكي نصل إن شاء الله بسرعة لمئة ألف مشترك بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقوا دائما في متابعة باقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله. لدي لكم في هذا الفيديو أعزائي الكرام أفضل وأرخص هاتف جديد من سامسونج، سامسونج جالاكسي A03S. لقد تم الكشف عن هاتف سامسونج جالاكسي A03S بشاشة 6.5 بوصة HD بلس وبطارية ب 5000 ميلي أمبير. أليس هذا جيدا؟ عرض جديد للميزانية في تشكيلة الجالاكسي A من سامسونج مع الجالاكسي A03S. وتم الإعلان عن الهاتف أولا في الهند، ويقدم شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة وشرائح الهيليو بي 35 وبطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن بقوة 15 واط. ويوفر إعداد الكاميرا في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل ووحدتين 2 ميجا بيكسل لبيانات الماكرو والعمق، كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل مثبتة على النوتش على شكل قطرة الماء. ويأتي هذا الهاتف سامسونج جالاكسي A03S باللون الأسود والأزرق والأبيض، ويغطي هذا التطبيق يعني السيستم أو النظام الوان يو اي 3.1 كور مع الاندرويد 11 جانب البرنامج. هناك ثلاثة خيارات للألوان لاختيار من بينها مع خيارات الأسود والأزرق والأبيض كما ذكرت، وتتراوح ذاكرة الوصول العشوائي بالرام بين 3 جيجا بايت و 4 جيجا بايت، بينما تتراوح خيارات التخزين بين 32 و 64 جيجا بايت. ويبلغ سعر الطراز 3.32 جيجا بايت $155 أمريكيا، أي ما يعادل 1300 درهم مغربي، بينما يبلغ طراز 4.64 جيجا بايت $168 أمريكيا، أي ما يعادل 1400 درهم مغربي. هناك عرض لمدة محدودة يحصل على خصم كل من اشترى الهاتف في يعني مبكرا أو بالطلب المسبق، خصم ب $30 لطلبات الشراء المبكرة. أتمنى أن يكون هذا الهاتف وهذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا ولا تبخلوا علي بدعمي بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقوا دائما في متابعة باقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله، وأضرب إليكم موعد في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.